قالوا لنا ان الناس اللي كانوا بيقدموا زمان في امريكا الامريكان نفسهم كانوا بيعملوها بطريقه مختلفه. دلوقتي المفروض ان في خلال 20 ثانيه اللي انت بتقدمه الريزومي بتاعتك المفروض في خلال 20 ثانيه هيقرر اذا كان دي هيرميها ولا هيحتفظ بيها عشان تكمل بعد كده. فلازم تبقى يعني شكلها وتكوينها والكلمات اللي تستعملها مؤثره جدا، بحيث ان يعني هياخد باله من شويه حاجات كده، في حاجات هتعجبه هتشد انتباهه، يا اما هتترمي على طول، عشان في جوبز بقى ممكن مقدمه لها عشرات او مئات الريزوميهات، فما عندوش وقت يقعد يبص على كل حاجه يعني. فازاي نخليها اتراكتيف للراجل اللي هيبص لها؟ لازم تبقى ما فيهاش اي ايرور، ما فيهاش اي سبيلنج ميستيك، ما فيهاش مثلا الفونتس في حته فونت وحته فونت تاني او حته سايز وحته سايز تاني للفونت، لازم تبقى كلها متناسقه ما فيهاش اي سبيلنج ميستيك. لازم تبقى بريف مختصر جدا تو ذا بوينت، حتى الحاجات الاساسيه ما فيش حد هيقعد يرغي هيقول انا عملت كذا وبعدين دي، يعني ما فيش رغي كتير فيها، لا بريف جدا. ما فيش بيرسونال انفورميشن، كنا يعني زمان مثلا كنا ممكن نحط صوره فيها او ده مارد مش مارد مش عارف ايه كلام من ده، السن قد ايه، تاريخ الميلاد، كل الحاجات دي مش المفروض تبقى موجوده في الريزومي خالص. يعني يفضل ان تتعمل يا اما بي دي اف يا اما وورد وتتبعت بالفورمات ده. البي دي اف افضل كمان من وورد، عشان الوورد ساعات لما بيفتح على كمبيوتر مختلف ممكن يبقى فيه مثلا الفورمات يتغير شويه، لكن بي دي اف الطريقه اللي بتتعامل بيها الفايل البي دي اف بيفضل زي ما هو، ودي الطريقه اللي بيشوف بيها الراجل لما بيفتح الريزومي. نصحونا ان احنا نعمل بالنظام حاجه اسمها البي اي ار اللي هي بروبلم اكشن ريزلت، يعني مش بس مثلا انا كنت انا اعرف البروجكت مانجمنت، لا انا عملت بروجكت الفلاني كان فيه مشكله الفلانيه وتصرفت معاها بالطريقه الفلانيه فحققت مكسب مثلا 10% زياده مبيعات او قللت اللوس 20%. لازم في ريزلت او اتشيفمنت الواحد حققها علشان يقول انا مختلف عن اي حد تاني هيقدم، اي حد يعرف في البروجكت مانجمنت زي ما انتم طالبين في البوزيشن الفلاني، بس انا حققت اتشيفمنت معين ما حققوش غيري. طبعا مش كل النقط لازم يبقى فيها البي ار، بس على الاقل نقطتين او ثلاثه في كل بوزيشن الواحد اخده. برضو المفروض نستعمل باور او اكشن ووردز، وهم يعني في لسته كده ممكن نلاقيها في النت، في شويه حاجات او شويه ووردز او فيربس لو استعملناها بتدي قوه اكتر للريزومي او بتبين بستريس على الامكانيات او الحاجات اللي احنا حققناها. برضو النصيحه ان يبقى في فاونديشن ريزومي، يعني ريزومي مظبطه وحد رجعها ورانا، عشان ممكن برضو حد ما ياخدش باله من سبيلنج ميستيك من حاجه مثلا، فلما يبقى في عين ثانيه بتبقى حاجه كويسه، ويبقى في الاخر عندنا فاونديشن يعني ايه زي الركيزه، يعني الريزومي اللي هي دي اللي هنستعملها بعد كده. وبعدين على كل جوبايه او كل تقديم بتقدم عليه بتعمل تيلورنج، يعني ازاي بتخيط كده او بتظبط الريزومي على الجوب اللي انت هتقدم عليها دي. في مثلا سكيل معينه مطلوبه يبقى تخليها توضح ان انت عملت السكيل دي، بحيث ان انت بترتب النقط اللي انت مرتبها في الفاونديشن ريزومي زي ما هي مطلوب، بس بتستريس على الحاجات المطلوبه في الجوب دي. دي لسته يعني شويه من الاكشن فريزز، هي يمكن مكتوبه بخط صغير بس مثلا هقراكم شويه منها عشان برضو يبقى عندكم فكره انا بتكلم على ايه. يعني مثلا designed, developed and delivered, conducted analysis, wrote course design documents, managed development of حاجه معينه, consulted with clients, facilitated meetings, implemented solutions وهكذا. وبعدين في power verbs بقى كثيره جدا، الصفحه دي فيها بس شويه power verbs بحرف الاي والبي، accomplished, achieved, acquired, acted, activated، حاجات كده. في كلام كتير ممكن يبقى ضعيف، وفي الباور بتاعه او الباور فيرب بتاعه ده ممكن نستعمله، ممكن
يعني لو دخلنا على النت في هينس كتيرة قوي على الكلام ده. طيب النيدد سكيلز دي تاني نقطة. السيرتيفيكيشنز، هل الجوب اللي انا عاوز اروحها دي، هل او الكارير بتاعي، هل انا محتاج سيرتيفيكيشن معينة، معادلة مثلا زي معادلة الدكاترة او الصيادلة ولا لا؟ دي لازم ابقى عارف الكلام ده واسعى ليه. هل الكارير بتاعي محتاج سكيلز معينة، يعني مثلا بروجرامينج، محتاج اتعلم لغة جديدة، لو حد في ليه في الجرافيكس محتاج اتعلم برنامج رسم زيادة او سكيل معينة فيه ولا لا؟ وعامة بالذات الناس اللي لسه جاية من بره او الناس اللي بتغير كارير حتى، محتاج تعمل ريسيرش ايه الكارير بتاعك متطلب ايه من ناحية السيرتيفيكيشنز او من ناحية النولج اللي انت تبقى عارفها. انا عن نفسي مثلا افتكرت ان يعني ان الكارير بتاعي مش موجود قوي، او يعني ابتديت ادور على حاجات تانية وبعدين اكتشفت لا ان الكارير بتاعي موجود بس محتاج كذا وكذا وكذا. فالكلام ده يعني بيتعرف بقى من نتوركينج، ونسال الناس اللي في نفس الكارير. وفي مثلا ويب سايت مكتوب ده اللي هو onet.online.org، ده كارير اكسبلوريشن، بتقول انا عارف مثلا الحاجه الفلانيه وعارف الحاجه الفلانيه، ايه الحاجات الكارير بتاعي شكله ايه وهكذا، بتدي لك هنس على الكارير بتاعك. برضو في احيانا ممكن نبقى محتاجين نعمل فولنتيرنج او بارت تايم جوبز علشان ناخد نوليدج معينه ما كانتش عندنا في الكارير بتاعنا. ولما تكتب في ريزومي ان انت اشتغلت كذا كذا كذا، ممكن تبقى بتفيد في سيرشنج فور الجوبز اللي في الكارير. ثالث حاجه بلاننج اند كوميتمنت، لازم يعني الجوب هانتنج او الجوب سيرش زي بروجكت، عشان الواحد ينجح فيه لازم يخطط له كويس. فلازم تخطط مثلا قد ايه، كام ساعه هتوفرها في اليوم، في اي وقت من اليوم هتعمل فيها ايه بالظبط. لازم تدور على الكومبانيز اللي انت نفسك تشتغل فيها او اللي فيها الشغل المناسب ليك، عشان انت مش بس هتقدم على مثلا monster.com او ما يعدله يعني من السايتس اللي بتاعت الجوبز، لا انت ممكن تخش كمان على الويب سايت بتاع الكومبانيز اللي انت عاوزها وتقدم فيها شخصيا. في شركات كثيره مش بتحط البوستنجز بتاعتها على monster.com والحاجات اللي زيه، فلازم تخش الشركه نفسها وتعمل تحط الريزومي بتاعتك عليها. طيب في فايت النيجاتيف فيلينج كمان. حقيقة ساعات الواحد بعد ما يبتدي يدور شويه الطموحات بتاعته عاليه، بس يلاقي ان مفيش حد مثلا بيقعد يقدم في شركات كثيره، ما حدش بيرد عليه، او ناس قليلين جدا، او بناس كتير بترد عليه بس كل الانترفيوز اللي بيعملها بتقف بعد كده، مفيش حاجه بتكمل. فيعني لو احنا بصينا على النقطه A ل B، ده الكيرف بتاعه عالي وكان متفائل جدا، وبعدين ابتدى ما فيش ريسبونس، فابتدى ينزل معنوياته تنزل، يعني ما بقاش مبسوط، بقى عنده نيجاتيف فيلينج، فنزل تحت الصفر يعني، او بقى متشائم اكتر. فلازم نفايت النيجاتيف فيلينج ده، وده عند ناس كثيره، وما ينفعش ان انت تروح يعني تعمل الجوب هانتنج او انترفيو او كده وانت عندك نيجاتيف فيلينج ده. لازم تعمله فايت عشان تقدر تعمل انترفيو صح، عشان تقدر تقدم ريزومي صح، لازم تبقى متفائل ويعني عندك ثقه في نفسك وثقه في ربنا يعني. وقالوا لنا يعني ما ينفعش تخش الانترفيو مثلا وانت مكشر، وانت يعني بيبان عليك، والراجل اي حد بيدور حد يعينه بيدور على البوزيتيف فيلينج او بوزيتيف الحاجات البوزيتيف في شخصيته كده، يعني هل ده هيجي عكنا علينا ولا هيجي لا ده متفائل وهيريح الناس اللي حواليه وهكذا يعني. طيب النتوركينج بقى رابع نقطة. يعني بيقولوا ان 80% من الجوبز ار نوت بوستد، مش معلنة على الانترنت مثلا.
فمش كلها نقدر نخش نلاقيها ونبوست عليها. في حاجات كثيره بتبقى ده يعرف ده مثلا، فقال له طب تعال عندنا جوب الفلانيه، عندنا المكان الفلاني ممكن تيجي، وهكذا يعني. فاللي بيعمل نتوركينج بيبقى ليه فرصه افضل ان هو يلاقي من مجرد اللي بيسيرش اونلاين يعني. فالنصيحه ان اتند نتوركينج ايفنتس، بيبقى في مثلا احيانا ايفنتس للناس بتوع الاي تي، ايفنتس للناس بتوع التكنولوجي وهكذا، وفي ايفنتس عامه يعني مجرد ان الواحد يخرج ويقابل الناس وكده يتعرف وبس في نفس الوقت يتكلم مع كل حد واسك فور كاردز بتاعتهم، وده هيلاقي بيعرف حد مش عارف المجال الفلاني اللي ليه علاقه بيه وهكذا. يعني هتبقى بتكون شبكه معارف بحيث ان يبقى حد منهم اكيد هيعرف حد عاوز يشغل حد في البوزيشن اللي انت عاوزه يعني. قالوا لنا في حاجه اسمها اليفيتور بيتش او ماركتنج بيتش، وهي زي 30 ثانيه مثلا بتعرف نفسك وبتعرف انت بتعمل ايه. يعني مثلا مهندس بقالي خبره كذا سنه في المجال الفلاني وعاوز بدور على شغله اسمها كذا عشان استخدم فيها السكيلز بتاعتي كذا وكذا وكذا، يعني حفظوها لنا كده. انت قالوا لنا احسن تبقى يعني موضبها وعارفها، مش ما تقعدش بقى هتقدم نفسك ازاي المره دي، هتقدم نفسك ازاي المره الجايه، لا اي ام ان انجينير ليه اكسبيرينس مثلا اكتر من 10 سنين مش عارف في المجال الفلاني كذا كذا كذا، المفروض تبقى محضرها يعني. فهي دي اسمها الليفيتور بيتش. قالوا لنا تتصور ان انت مثلا دخلت مبنى عالي وفي طالع في الاسانسير ومعاك مدير شركه اللي انت بتحلم من زمان انت تشتغل فيها، فلازم تستغل ال 30 ثانيه لغايه ما توصل للدور اللي انت توصل له ده، يعني اوبتيم استغلال يعني عشان تعرف تعبر عن نفسك وتعرف توصل للراجل انت مين ونفسك يعني قد ايه تشتغل في الشركه اللي هو مديرها يعني. فهو ده الاليفيتور بيتش. قالوا لنا يعني برضو قالوا ما تبقاش قلقان ان انت تقول ان انا بدور على شغل، لا قول لكل حد انا شغال في الحاجه الفلانيه بدور على I'm looking for a job يعني. والناس عادتها ان هي لو تعرف حاجه او تعرف حد محتاج الجوب دي على طول بيوصله يعني بيفيده في الموضوع ده. في حاجة اسمها informational interviews برضو انا ما كنتش عارف قوي عنها بس عرفنا بعد كده، زي انا ممكن اسميها زي لقاء صحفي كده، وحد مثلا في الكارير بتاعك ومدير مثلا او يعني position عالي شوية وانت عاوز تعرف ازاي وصل لده، عاوز يعني تعمل معاه حوار كده تعرف ازاي الكارير بتاعه career path وصل له ايه الانجازات اللي هو عملها وهكذا تتعلم منه يعني. واخر حاجه في النتوركينج لينكد ان، لازم تهتم بلينكد ان وتضيف الناس اللي تعرفهم، وهتلاقي يعني وانت بتدور على شركه ممكن ما تبقاش تعرف حد في الشركه دي دايركتلي، تعرف حد يعرفك بحد ده. فلما في انترنال ريفيرال يعني لو حد مثلا في شركه اكس واي زد عاوز تشتغل هناك، لو في حد في الشركه دي قال انا ده تبعي او ده انا اعرفه، فبيبقى اكنه مثلا في 1000 او 200 مثلا ريزوميه، هو ممكن الريزوميه بتاعتك تتنقل من اخر واحده لمثلا 20 الاوائل، هو ده اللي ممكن يعمله لك. هو طبعا مفيش حد هنا، مفيش كوسه اللي هي هتعينك وانت مش احسن واحد يعني، بس على الاقل هيبقى في فرصه احسن ان انت يشوفوا الريزوميه بتاعتك قبل ناس ثانيه يعني. هنستكفي بالقدر ده النهارده ونحاول نكمل ان شاء الله مره ثانيه. حد عنده أسئلة يا جماعة؟